مشروع جميعا من أجل حماية حقوق العاملات الزراعيات بمنطقة ليكسوس من التحديات التي نرفعها مع أهل الاختصاص وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. في إطار مشروع حماية حقوق العاملات الزراعيات بمنطقة ليكسوس أتى سياق تنظيم ندوة حضرتها فعاليات جمعوية ونقابية وإعلامية وعاملات بالقطاع الزراعي. نتساءل اليوم مشاهدينا ما هي سبل تمكينهن من المعرفة القانونية بحقوقهن وما هي آليات حمايتهن على الأصعدة القانونية والاجتماعية والصحية. تساؤلات من ضمن أخرى نضعها في دائرة الضوء مع ضيوفنا الكرام، وتحضر معنا الأستاذة خديجة الشرقاوي رئيسة مركز ليكسوس للباحثين الشباب، صحفية وباحثة بسلك الدكتوراه تخصص الصحافة والإعلام الحديث. مرحبا. شكرا لك. أهلا وسهلا. مرحبا، نورتيني. شكرا لك. كما يحضر معنا مع الشكر الأستاذ محمد حبيب نائب رئيس مركز ليكسوس للباحثين الشباب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس. مرحبا سيدتي. مرحبا. نورتني. كما يحضر معنا الأستاذ نبيل عرارسة محام متمرن بهيئة المحامين بمدينة طنجة. شكرا للاستضافة. مرحبا. مرحبا، نورتني. أبدأ معكم أستاذة خديجة فيما يتعلق بالإطار المفاهيمي أو التعريفي للجمعية، لما هي أهداف، ما هي مرامي الجمعية ومن خلال الندوة التي نظمت مؤخرا. شكرا لك أستاذة خديجة. مرحبا. دعيني أولا أعرف بالجمعية وكذا أهدافها لكي أحيط الجمهور في صلب تعريف الجمعية. المركز ليكسوس للباحثين الشباب هو جمعية تأسس بمدينة القصر الكبير جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2018، يتسم نهج الجمعية بتعزيز البناء الديمقراطي من خلال دعم المشاركة المدنية والمواطنة للشباب، من خلال إيصال أصواتهن من خلال الأبحاث والسياسات العمومية، وكذلك تعزيز قدرات الشباب والمجموعات الاجتماعية الهشة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومشاركة كذلك أفكار الشباب من خلال الأبحاث وإعداد أوراق السياسات العمومية. المشروع، يعني نتحدث عن المشروع بالنسبة لمشروع إطار هذه الأهداف والمرامي ديال الجمعية. بالنسبة لمشروع معا من أجل حماية حقوق العاملات الزراعيات بمنطقة ليكسوس، يهدف إلى التركيز على وضع العاملات الزراعيات بمنطقة ليكسوس أو إقليم العرائش بالتدقيق. يتضمن نهج الجمعية عقد اجتماعات تحسيسية وكذلك ورشات مع العاملات الزراعيات بمنطقة ليكسوس ومع مفتشي الشغل وأرباب العمل وكذلك مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وكذلك ذوي الخبرة من أصحاب الخبرات القانونية من المحامين وكذلك الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في المجال القانوني. قانوني. نعم. طيب أستاذ محمد حبيب، يعني نعم. على المستوى النفسي أنتم تشتغلون في هذا المجال، يعني ما هي الإكراهات النفسية التي تعاني منها هذه الفئة بالضبط؟ أي نعم سيدتي، شكرا على الاستضافة. فيما يخص الإكراهات أو المعاناة التي تعانيها العاملات الزراعيات الموسميات، مرتبطة أساسا بقلق المستقبل. ماذا بعد؟ سؤال ماذا بعد، يعني ما بعد 6 أشهر من العمل، يطرح سؤال حول القلق، حول التوتر، حول الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية. ثم كذلك على المستوى أن مجموعة من العاملات الموسميات يعني يعانين أحيانا من التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي، كذلك هناك قد يكون عرضة لمجموعة من المنظمات الخاصة بالتجار بالبشر. فنقوم بعملية التحسيس والتوعية في هذا الباب ونزودهم بكل إمكانيات ما فيها الرقم الأخضر للجنة الوطنية للوقاية من التجارة بالبشر، ممكن نتكلموا عليه 0840-47-47 لكل من يكون ضحية محتملة للتجارة بالبشر. ما بعد ذلك قد تكون هناك حالات، نكون نحن احنا الأوائل الذين نستقبل هذه الحالات، فنقوم بالإسعافات الأولية النفسية مبدئيا كمرحلة أولى، ثم نوجهها إلى المعالجة والعلاج النفسي. أكثر من ذلك على المستوى الاجتماعي، كما تعلمون بأن العاملات الموسميات يتم الفرض عليهم أن يكون إن متزوجات أو مطلقات أو أرامل ولهم أبناء في سن أقل من 14 سنة، فنجد هناك معاناة على مستوى العزلة، على مستوى العزلة الاجتماعية يعيشها. عفوا على المقاطعة أستاذ حبيب، يعني هذه الإكراهات أو هذه المعاناة التي تعيشها هذه العاملات موسميات بالتدقيق، هل هي داخلية المنشأ؟ يعني ربما تكون عندها علاقة بالتكوين ديالهم الشخصي، بالوسط ديالهم، أم بالوسط المهني، بالعمل، بالمكان؟
حقيقة ننشد الشغال على المرونة النفسية من أجل تجويد بيئات العمل. المرونة النفسية عن طريق مجموعة من الآليات الداعمة للدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية من أجل تعزيز هذه المرونة. فيما يخص هل هي مرتبطة ببيئة العمل؟ أي نعم، بيئة العمل لها دور، كذلك الأسرة، لأن ترتبط جميع العاملات الموسميات هم ينتمون إلى فئات هشة، هشة اجتماعيا، هشة نفسيا كذلك. نعم. لا تجد حين حتى الدعم النفسي والمواكبة والمواكبة النفسية على مستوى الأسر، فتجد يعني داخل الجمعية نقوم بهذا الدور، الدور الداعم نفسيا واجتماعيا وكذلك قانونيا وتعريفا. على الأقل أن تجد هذه السيدة من يقوم بجانبها ومن يقوم بحمايتها ومن يقوم بدعمها ومواكبتها، إن على مستوى أثناء فترة العمل أو على مستوى ما بعد فترة العمل. ممتاز. نعم. طيب ننتقل للجانب القانوني أستاذ نبيل، ما هي الآليات التي تشتغلون عليها لتمكين العاملات الموسميات من معرفة حقوقهن سواء كانت القانونية أو الاجتماعية؟ أولا شكرا على الاستضافة. قبل يعني الخوض في الموضوع يجب تحديد يعني مجموعة من المفاهيم ومجموعة من المصطلحات نظرا لتأثيرها على طبيعة القانونية ل يعني للعمل لعمل هؤلاء العاملات. نعم. أولا بالنسبة للقانون المنظم لهؤلاء العاملات هو مدونة الشغل. طبيعة عملهم يعني هو عمل موسمي منظم بمقتضى مدونة الشغل وخصوصا المادة 16 منه، ولعل العديد يتساءل على حول طبيعة يعني هذا العمل. يعني هل طبيعة شغلهم يعني تعتبر محددة المدة أم غير محددة المدة، أم جاءت لشغل معين فقط؟ هنا تجيب محكمة النقد على أن وكذلك مقتضيات المادة 16 على أن هؤلاء الفئة هي استثناء من الأصل، باعتبار على أن عقودهن هما عقود موسمية يعني وعقود محددة المدة. نعم. وليس كما يفهم البعض على أساس على أنهم يعني يشتغلون كل سنة. تمام. يعني إذا نرى عقود ديالهم غير محددة المدة، نظرا لأن الاستمرارية هي من شروط العقود غير محددة المدة، وبالتالي فعقودهم تنتهي بانتهاء كل موسم فلاحي. وهذا يؤثر من الجانب القانوني على حقوقهم، باعتبار على انه الضمانات والحقوق اللي كاينه يعني بالنسبه للعقود غير محدده المده يعني اشمل واضمن من العقود المحدده المدة. نظرا لكون على اساس انه اذا تعلق الامر بعقد محدده المده مثلا، فالحقوق التي يستفيدنا منها يعني اثناء تنفيذ عقد الشغل فقط يعني يتعلق الامر مثلا العطلة السنوية يوم ونصف عن كل شهر، فارق الأجر باعتبار على أن أغلب العاملات لا يستفيدن من الحد الأدنى للأجر، باعتبار على أن هذا كيبقى لهم حق على حق المطالبة به يعني بعد انتهاء هذه المدة، شرط ألا تتجاوز المدة المطالبة سنتين نظرا لتقادم هذه الحقوق. نعم. فقط بالنسبة للتعويضات عن إنهاء عقد الشغل لا يستفيدن من أي تعويض يعني كأصل عند انتهاء عقودهن، استثناء يعني يستفيدن فقط في حالة إنهاء عقد الشغل قبل نهاية الموسم، يستفيدن من تعويض يعادل الفترة ما بين فترة الإنهاء ونهاية الموسم. تمام. وهذا يعني يهضم حقوقهن باعتبار على أن في عقود محددة المدة يعني نجد على أن التعويضات كتكون أشمل، كتكون على الفصل، عن الضرر، عن مهلة الإخطار. هذا الشيء هذا كيخلق لنا مجموعه ديال الاشكالات. انتم تشتغلون في الجمعيه على هذا المستوى؟ نعم سيدة. نعم استاذه بالنسبه احنا كنشتغلوا على هذا الاساس على اننا نحاولوا نوصلوا الاشكالات القانونيه اللي كيطرحها التنظيم القانوني لهؤلاء العاملات، نظرا لان اصلا يعني الاصل في هذا النظام الشغل ديالهم هو استثناء على استثناء. نعم. يعني نعم. لا يخدعنا لاي تنظيم قانوني لا من ناحيه ديال التعويضات ولا من ناحية الحقوق،
ولا من يعني من ناحيه ديال ان كنحاولوا على ان ما عندوش ضمانات يعني بمعنى ما عندوش ضمانات ولو انهم يعني كيقوموا بواحد الشغل يعني اكثر من جميع الفئات اللي تقدر تكون كتخدم بعقود يعني غير محدده المده الا ان لا تستفيد من اي تعويضات. تمام. طيب استاذه خديجه، ربما كاين مجموعه من الانتظارات اللي ربما كيحلموا بها هذه العاملات الموسميات في إطار الإكراهات اللي كيعيشوا، عندهم مجموعة من الأحلام، مجموعة من الانتظارات، لأنهما أسر كما تفضل الأستاذ حبيب، يعني أسر عندهم أطفال، مطلقات، يعني أرامل، يعني عندهم عبء، عندهم مسؤولية، عندهم مجموعة من الانتظارات، ولكن أمامهم كيتوجههم إكراهات اللي هي قاسية جدا، ما عندهمش ضمانات. أنتم كيف تشتغلون كرئيسة ديال الجمعية، رئيسة المركز؟ طيب بالنسبة لمشروع معا لحماية حقوق الزراعيات الموسمية بمنطقة ليكسوس، ماذا قدم لهم المشروع؟ نعم، الذي هو بدعم من المؤسسة الأورو المتوسطية لدعم حقوق الإنسان. فنحن في خلال هذا المشروع الذي نعمل عليه لمدة سنة من مارس 2024 إلى غاية مارس 2025، نحن نعمل على مجموعة من الورشات التي هي ممكن ورشات وعقد اجتماعات دورية مع العاملات الزراعية وأصحاب المصلحة من أرباب العمل ومفتشين الشغل وكذلك صناع القرار. من التحديات التي يواجهونها، نحن في الجمعية نقوم بالاستماع إليهم. طبيعة الحال هناك تحديات من بينها عدم استقرار الوظيفي، يعني طبيعة العمل أنها عمل موسمي، كذلك الأجور المنخفضة، انعدام الضمان الاجتماعي، كذلك الظروف الصحية والبيئية، والعنف والتحرش داخل فضاء عالم العمل. نعم. وكذلك على مستوى النقل، يعني من خلال استماع إلينا وجدنا هذه التحديات والمشاكل، ونحن بدورنا هذه التحديات والمشاكل سنقوم بإفراغها عبر 4 ورقات سياسية سنقوم بإيصالها إلى أصحاب القرار. سنعتمد على البرلمانيين جهة طنجة والحسيمة بما أننا هم أصحاب القرار المعنيين. نعم. وإقليم العرائش بالتدقيق أو بالأخص، على أساس أن يتم الترافع عليه على هذا التحدي والتحديات التي يعيشناها المزارعات الموسميات إلى قبة البرلمان. نعم. بالنسبة ل يعني ليس فقط يعني حتى الجانب القانوني، هناك ايضا حتى على المستوى الصحي، يعني ربما تترافعون على هذا. نعم. على هذا المستوى، على المستوى الصحي خصوصا ان ربما توفر المكان الصحي، الفضاء الذين يشتغلن فيه يجب ان يتسم ان يكون فضاء صحي، فضاء صحي. نعم. ضامن لكرامه الانسان، ان يكون فيه جميع الشروط الصحيه. صحيه. طيب على المستوى الصحي وبالدرجة الأولى الصحة النفسية، يعني تشتغلون على هذا الجانب، ما هي ربما الأمور التي تقدم لهذه المزارعات الموسميات باش يخدموا في ظروف صحية آمنة ويكون عند واحد السواء نفسي؟ نعم، شكرا سيدتي. أولا أنا أقبض رؤوس وأيدي هذه النسوة، لأنهم رائدات قياديات يواجهون مجموعة من الجبهات، يواجهون مجموعة من التحديات، ونحن في مجتمع التحدي، يواجهون تحدي لقمة العيش، يواجهون تحدي الأسرة كونها مثلا إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، فتترك ابنها وزوجها في المنزل، وقد تتغير الأدوار داخل المنزل وتواجه عن بعد، يعني تكون بعيدة عن الأسرة سواء كانت داخل مدينة العرائش أو خارج مدينة العرائش. نعم. تواجه إكراهات أحيانا التحرش الجنسي داخل بيئة العمل، تواجه إكراهات الأماكن التواجد بها. صح. داخل بيئة العمل، بيئة عمل أو مكان لإيواء أو غير صالحة تماما. إذن هذه كل هذه العوامل تتحكم في أي. نعم. سواءها النفسي فعلا يجب أن نزودها بميكانيزمات دفاعية. ممتاز. وآليات دفاعية من أجل التحدي، من أجل الصمود. هذه الميكانيزمات أين تتمظهر على أرض الواقع؟ على مستوى المواكبة، على مستوى الدعم، على مستوى المجال المفتوح، الأرقام المفتوحة للضغط الأخضر، ربما
ربما هناك استشارات ودعم نفسي على المستوى الهاتف، ممكن أن تتصل بالجمعية في أي وقت، هواتف مفتوحة في أي وقت من أجل الدعم، من أجل المواكبة، أحيانا تقديم حتى خدمة من داخل الأسرة، داخل المنزل. صحيح. لم يتصل مثلا إحدى السيدات، لم تصل طفلها أخباره أو زوجها انقطع عن الأخبار، فتتصل بالجمعية، الجمعية تقوم بهذا الدور، تتواصل مع الزوج لتعرف ما له وما آله، لماذا لا يتصل بهذه الزوجة، لأنها تبقى في حالة قلق. بالمناسبة لابد أن نصحح معلومة أساسية، أن النساء العاملات التي توجهن إلى إسبانيا ليست عاملات فقط فلاحات، وإنما مهارات تقنية نصدرها إلى هذا البلد. يجب أن نعتز بهذه المهارات التقنية ونثمنها وندافع على حقوقها، سواء على مستوى الأجر، سواء على مستوى المعاملة، سواء على مستوى كذلك المكانة الاجتماعية. فهن نساء مغربيات رائدات قياديات، لهم عزيمة، لهم إرادة، يقتاتون ويقتاتون يوميا من أجل لقمة العيش، لأجل تربية أبناء هذا الوطن، لأن لهم أبناء يعيشون فيها، لهم كل تقدير ولكم كل احترام ولهم كل كذلك المحبة والمودة لهم جميعا. ممتاز. لأنهم يستحقون كل شيء. أستاذ حبيب، يعني هل من حالات ربما رأت النور؟ نعم. ما بعد يعني واحد الحالة نفسية، حالة اكتئاب، حالة ربما توتر، حالة ربما انكسار نفسي، ومديت لها يد المساعدة وعادت من جديد لتعانق الحياة بكل هذه العزيمة وهذا الإصرار. أكيد 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 كاين حالات، كاين هناك حالات جاهدة، يعني تعرضت لمجموعة من 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 من, من العنف النفسي والجسدي أحيانا داخل تمام. داخل الحقول. كما تعلمون بأن مراحل الحزن أو ليطاب دو دوي، هناك خمس مراحل أساسية، مرحلة الحداد، الحداد اللي كتمر منها السيدة، كانت مرحلة أول مرحلة الإنكار، كانت حالة صمت، يعني ما كتبغيش تكلم، ما تبغيش تهضر، ولكن حاولنا أننا نتواصل معها. من بعد كتجي مرحلة المقاومة، تقاوم هذه السيدة هذه المرحلة العنف التي عرفته، ثم تأتي بعدها مرحلة أخرى هي مرحلة الغضب، فتدخل في حالة من النوبة بين الغضب والبكاء، ثم مرحلة الاكتئاب. الأغلبية أنهم يعيشون مرحلة الاكتئاب خصوصا ما بعد، سواء تعرض أو تعرض ما بعد انتهاء العمل، لأنها تفكر في مستقبلها فيما بعد هذه الفترة العملية، ثم تأتي بعد الدعم والمواكبة والتأقلم واستراتيجية التكيف إلى مرحلة التقبل. فخمس مراحل أساسية تقطعها هذه السيدة، نعلمها جيدا ونتعامل معها كأخصائيين نفسيين. كل مرحلة على حدة، قد تأتينا في مرحلة من مراحل معينة، فنعمل على القيام بالدعم والمواكبة النفسية، سواء عن طريق كما قلت عن طريق الهاتف أو المقابلات عن طريق الجلسات، أو ربما تتطلب تدخل على مستوى وزارة الصحة للإحالة مباشرة على أخصائيين نفسيين أو إطباء نفسيين. بالمناسبة في منطقة الشمال تفتقر لهذه الطاقات والكفاءات النفسية، بحكم أن لدينا فقط منطقة الشمال ككل لا توجد بها جامعة تدرس علم النفس، فقط اليوم فتحنا فقط شعبة علم النفس بتطوان لمدة هذه السنة اللي فارتها فقط. نعم. الأقل نعم. هناك يعني خصاص على مستوى الصحة النفسية وعلى مستوى الأطر المكلفة بالأخصائيين النفسيين الذين يقومون بهذا الدعم. نعم. لذلك فأنا الجمعية كاينين، ولكن ربما غادي يكونوا قلال جدا. نعم. وبالتالي حتى لا نبخس المنطقة النفسيين. نعم. أخصائيين النفسيين هم اللي بشكل قليل، وبالتالي الجمعية يعني كاين ضغط كثير. نتمنى على أن المجموعة ديال الإخوان والمجموعة ديال الشباب الأخصائيين يصطوعوا معنا ويعملوا، لأن كاين العمل كاين الخير، وهذا هو المغرب ديالنا. نعم. تعودنا على هذا الخصال وهذا القيم نبيلة في بلدنا. أستاذ نبيل، عرصة يعني ما هي التحديات القانونية المقبلة التي تشتغلون عليها في هذا المشروع؟ نحن نحاول على أننا نوصل على الأقل يعني واحد المعرفة قانونية لهذ العاملات، يعني نظرا لأن الأغلب ديالهم يعني كيكونوا مقرينش، يعني كيكونوا ما عندهمش واحد الوعي لا قانوني ولا معرفة بحقوق ديالهم. صحيح. يعني الإشكالات اللي كتطرح إشكالات الإثبات ديال عقود الشغل، نظرا ان يعني هما يعني كيكون الغرض ديالهم مع انهم يخدموا، يعني حتى كيوقع المشكل عاد ديك الساعه كيلتجؤوا مثلا للقضاء، في الاخر ما كيلقاو حتى ورقه انهم يستندوا عليها، يعني ما كاينش وسائل اثبات، ما كاين لا عقد شغل لا. نعم. شهود ما كيبغيوش يشهدوا، نظرا لان يعني كتكون عندهم بيدهم كتكون عندهم علاقه بدك المشغل، يعني الا مشاو يشهدوا كيبقاو عرضه على انهم يتموا الطرد ديالهم. عاوتاني بالنسبه ديال الاداءات مثلا، حتى لو مثلا اوراق الاداء إلا جينا مثلا بغاو نثبتوا بها، يعني كتلقاهم انهم كيخلصوا يدا بيد، يعني باش ما كيخليو حتى وسيله عليهم بانهم يخليو شي اثبات من ذاك الاجر باش يطالب بالحقوق ديالو. هذه من ناحيه، من ناحيه على انهم كيحاولوا على انهم يديروا لهم
واحد النماذج ديال العقود اللي كتخليهم دائما في فتره محدده المده، يعني ولو على ان القانون كيقول لك اذا يعني مرت سنه ويوم واحد يتحول عقدهم يعني الى عقد غير محدد المده، ولكن هما كيحاولوا يبدلوهم من فتره الى اخرى وبعقود جديده، وهنا هذا كيخليهم على انهم يعني ما عندهم حتى حمايه قانونيه، يعني لدرجه انهم يعني مي كيلجؤوا مثلا للقضاء ما كيجبروا لا حقوق ولا حتى يعني الوسائل ديال الاثبات باش انك ترفع داك المقال من الاصل. وهنايا هادشي كيتطرح لنا اشكال، كذلك مثلا كاين اشكال ديال الضمان الاجتماعي، هنايا يعني كتلقى ما هي التصورات المقبله بالنسبه للتصورات المقبله كنحاولوا على اننا كما قلت لك كنحاولوا على اننا نعدلوا يعني واحد النموذج ديال اننا نحاولوا نوصلوا يعني لهاد الحقوق هادو، نظرا ان يعني النساء تولي عندهم الجراه ديال انهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، يعني ما يبقاوش انهم خايفين، يعني على الاقل دابا ما حدهم يعني غيكونوا عندهم معرفه على انهم العقود ديالهم محدده المده، فبمجرد انتهاء ديالها خصهم يلجؤوا للقضاء باش يطالبوا بديك الحقوق المهضومه، خصوصا الحد الادنى للاجر، كما كنعرفوا على ان اغلب هاد العاملات هادو ما عندهمش يعني حد ادنى للاجر، يعني غالبا كيتخلصوا يعني مثلا 1900 1500 2000 درهم، يعني كيبقى لهم واحد الفارق الاجر، يعني القانون عطاهم انهم حق المطالبه به وهما يعني ما كيطالبوش، كذلك ربما يعني الاقدميه انهم يفقدوا ذاك ذاك العمل. هي مساله ماشي غير خوف، هي مساله وعي قانوني، يعني هما كيقولوا على ان صافي يعني ما حدهم استمروا معنا بهذا النوعيه ديال العقود وبهذا الاجر هذا، فما يمكنناش اننا نناقشوه وما نطلبوا به لا اثناء تنفيذ عقد الشغل ولا اثناء الانهاء دياله. تمام. طيب أستاذة خديجة، لا ينكر أحد أن هذه الفترات الموسمية تعتبر فرصة لهذه العاملات أو الزراعيات الموسميات باش أنهم يحسنوا الأوضاع ديالهم، أنهم يعيلوا الأسر ديالهم، ولكن نتساءل عن الآفاق. أنتم تشتغلوا بطبيعة الحال ليس يعني في الفترة الراهنة، ولكن تشتغلون على المدى البعيد أو في المقبل من السنوات، ما هي الآفاق التي تطمحون إليها أستاذة خديجة؟ نفكر سويا مع العاملات الزراعيات كيف أننا ممكن أن نقضي على بطالة موسمية، لأن هناك عمل موسمي مدته 6 أشهر وبطالة موسمية أخرى مدتها 6 أشهر أخرى. نعم. يعني هذه الفئة من النساء في هذه المدة البطالة الموسمية أين سيذهبن؟ أين المعيل؟ خصوصا نعرف أن مجموعة من النساء اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا في القطاع الفلاحي، خصوصا ان باش تشتغل في هذا القطاع الفلاحي خصك ضروري واحد الشروط تكون عندك، انك تكون مطلقه وعندك اولاد او متزوجه وعندك اولاد باش انك تقدر تمشي تخدم في الضيعات الفلاحيه باسبانيا. وهنا وهذا الامر هذا كيخلف مجموعه ديال المشاكل والتحديات الاخرى بخصوص الاسره، ولا نتساءل عن الاسره، حيت كيطلبوا امراه متزوجه ولديها اطفال ولديها اسره، أو امرأة مطلقة ولديها أطفال. هنا نتساءل لماذا ليست امرأة عزباء أو رجل لكي يعيل أسرته، أليس بالأحق أن يكون رجل أو هنا ندخل في إطار التمييز، هنا حق العمل للمشروع للجميع الخلفيات. يعني هذه الشروط يعني تضع تحديات لدى هؤلاء النساء بالنسبة لأسرهن لأطفالهن. يعني هناك حالات من الطلاق بسبب هذه الشروط، تفكك أسري، أطفال أصبحوا في الشارع، يعني مجموعة من التحديات. نفكر سويا كيف ممكن أنهم يشتغلن في داخل بلدهم أو وطنهم أو مدينتهم، كيف ممكن أن نساعدهم في إنشاء تعاونيات، إنشاء مقاولات ذاتية صغرى من خلال المواكبة القانونية في هذا الإطار والمواكبة المقاولاتية في هذا الإطار، لأننا نريد الاستمرارية، نريد أن هؤلاء النساء أن يشتغلن بشكل قار وأن يعتمدن على أنفسهن. نعم. يعني يصبح العمل الموسمي يستغنين عنه أو إذا تطلبت الحاجة مضمون حقوق مضمون. نعم نعم. بالنسبه لنا في الـ في الـ في الجمعيه، من بين يعني التوصيات التي نرتكز عليها من خلال هذا المشروع هو تعزيز القوانين الحاليه، لا نقول تعديل وانما تعزيزها بحمايه اكثر. كذلك توفير الدعم الاجتماعي، من خلال ماذا؟ انشاء برامج دعم اجتماعي.
تمام. من خلال الدولة والشراكات مع المجتمع المدني. صحيح. بهذا الإطار كذلك التحالفات المجتمعية، أقصد بها بناء تحالفات بين النقابات العمالية والمجتمع المدني، لأن كاين هناك بين النقابة والمجتمع المدني للدفاع أكثر عن هذه القضية وعن هذا الملف. كنتمنى لكم التوفيق. أنا فقط نختم معك أستاذ حبيب بالنقطة المضيئة في هذا المشروع. النقطة المضيئة في هذا المشروع هو هذا التعاون والتكافل ما بين الجانب النفسي والاجتماعي والقانوني. هذه التقاطعات ممتاز. جميلة جدا، لأنها تخدم مصلحة هذه المرأة الموسمية. وأكيد أن مشروع الحياة الذي تحدث عنه السيدة الرئيسة، نتحدث عن هذا المشروع من خلال مجموعة الجوانب. أولا يجب أن يواكبه الدعم النفسي، وكذلك القانوني، التأطير القانوني، وكذلك المواكبة على مستوى بناء المقاولات والتعاونيات. نتمنى الخير، نتمنى أكيد. كل السعادة. أكيد. ونتمنى الشجاعة والإقدام لهذه النساء النسوة. شكرا جزيلا نورتوني. ولا ننسى قول إينشتاين أنه كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان يعمل بحرية. شكرا جزيلا لك أستاذة خديجة سلقاوي، شكرا نورتيني. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حبيب، شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عرجصة، نورتوني وكنتمنى لكم التوفيق. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، وليبقى رجاء دائما في لقائكم يوم الاثنين، وأتحدي جديد مع كامل محبتي.